بتنظيم من دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية وبمشاركة شخصيات مؤثرة في الملف السوري، انطلقت في مدينة اسطنبول فعاليات المؤتمر الدولي حول إدلب الذي يتضمن عدة جلسات تتناول الأوضاع في المحافظة. طبعا أهمية هذا المؤتمر هو في الوقت الحالي هو تسليط الضوء على ما يحصل في إدلب، ومن الواضح هناك اهتمام كبير من الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. طبعا تركيا تأخذ على عاتقها موضوع تسليط الضوء بشكل أكبر بسبب ما يحصل على الأرض من انتهاكات عسكرية من قبل نظام الأسد، والتي أجبرتها على التصدي لهذه الانتهاكات واستهداف نقاط المراقبة التركية وفق اتفاقية سوتشي. محاور الجلسات تناولت الواقع الميداني والصراع الدائر في إدلب، لا سيما التصعيد الأخير، حيث أكدت مستشارة الرئيس التركي جولنور إيبيت أن الروس منفتحون على الحوار عندما تمارس الضغوط عليهم أو عندما يتم حثهم على ذلك، معتبرة أن إقامة منطقة محظورة الطيران ليست مهمة بقدر أهمية ضمان عدم تعرض هذه المنطقة للانتهاكات. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري تطرق إلى الشراكة الأمريكية التركية ومتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا شرعية مخاوف أنقرة من الاعتداءات على أمنها القومي، ولا سيما من تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK وفروعه، كما أوضح جيفري الموقف الأمريكي من الميليشيات الإيرانية في سوريا. لا مكان للميليشيات الإيرانية فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا، فهذه المجموعات تأخذ أوامرها من إيران مباشرة وتستهدف دولا عدة كالعراق واليمن وسوريا ولبنان، ولدينا العديد من الأمثلة والشواهد على الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات. الجانب الإنساني شغل حيزا كبيرا في هذا المؤتمر، منظمات إنسانية وإغاثية بينها آفاد التركية والخوذ البيضاء السورية سلطتا الضوء على المعاناة التي يعيشها المدنيون الهاربون من جحيم الموت اليومي بقصف طائرات الروس ونظام الأسد. يعني اليوم أصعب التحديات اللي عم يمر فيها الخوذ البيضاء هي الاستهداف المباشر، يعني عن طريق طائرات الاستطلاع الروسية والنظام اللي هي عم ترصد سيارات الإسعاف، عم ترصد سيارات الإنقاذ، وعم يتم استهدافها بشكل مباشر. يعني احنا فقدنا من أول السنة لهلا 9 شهداء من المتطوعين إسناديتهم لمهامهم، بالإضافة إلى 288 شهيد من بداية عمل المؤسسة إلى الآن. ويبقى هؤلاء البسطاء المعادلة الأضعف في لعبة الحرب. حراك عسكري على الأرض، سياسي في الأروقة الدولية، تركي روسي، تركي أمريكي، قد يكون سبيلاً لحلحلة الأزمة أو يحقق نقلة نوعية لإنهاء مأساة ما زالت مستمرة. فاروق شريف، قناة الرافدين، اسطنبول.